أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هذه المرة وعبر برنامج في رحاب مدينة سنحط الرحال على مدينة يحبها الكل، يعشقها كل مغربي ومغربية حتى النخاع. إنها مدينة العيون، عيون الساقية الحمراء التي تجسد رمزا من رموز المملكة المغربية. سنحط الرحال بها لنعاين ما مدى التطور والتنمية التي شهدتها هذه المدينة في ظرفية زمنية وجيزة. فرجة ممتعة. التجول في شوارعها يزيدك فخرا لما تحقق بهذه المدينة من تنمية وتطور عمراني يشد الأنظار. التجول في شوارعها وأحيائها وأزقتها يمنحك الإحساس بدفء صحراوي ينعش بدنك وكيانك. معانقة ملامح التطور بهذه المدينة يمنحك الأمل والاطمئنان على المستقبل. أطفال وشباب يرسمون لوحات التاريخ بحبر من حبات ذهبية في مختلف مجالات الحياة، ومن بينها القطاع الرياضي الذي وكغيره من القطاعات الثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية منحت له كل الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية والمعرفية من أطر وخبراء ليسير الركب الوطني والقاري والدولي. هذه هي مدينة العيون.
درنا واحد الزيارة لفم الواد وهو يعني يبعد عن مدينة العيون بحوالي 15 كيلومتر. الآن تنتواجد وسط الكتبان الرملية. نحن في اتجاه العودة إلى مدينة العيون من خلال باش نشوفوا راسنا تحنا لأننا جانا الجوع وخصنا نتغداو بإذن الله. تبارك الله عليكم. هكذا نكون سيداتي وسادتي قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.